علي فاضل، عرف مسلسل العائلة. مسلسل عائلة اكس هو تغيير واضح في مسار المخرج علي فاضل الفكري والفني. غيد هو اكثر عمل احب درامي حياتي، وثاني عمل بعد ولاية بطل. دكتاتورية المخرج الدرامي على الراس تنحط هاي. اوكي، نعمة مهنيا ونقبة فنيا. زين، ضع علامة صح أو خطأ وجود مشاهد إثارة أو تحرش داخل الأعمال الدرامية تسيء للمشاهد العراقي. والله أنا كلش أحب أقول خطأ لسبب، لأن المشاهد العراقي ده يشوف أعمال إسبانية وألمانية وإيطالية ويشوف كل شيء، يعني ويروح أصلا يحبهن ويتفرجن. زين، يوصل يمي يوصل يمي. مع العلم أنا مو من الناس اللي يخلون يعني هاي المشاهد المشاهد بالعمل. الجريئة وسيلة المؤلفين لجذب المشاهدات في عصر السوشيال ميديا. مو بس المؤلف، كل يحاول هذا الموضوع. وهنا أنا عندي تعقيب أستاذ مهم لازم أقوله. دائما أذكر مثال، أكو فيلم أخذ أوسكار الأصغر فرهادي، فيلم إيراني اسمه البائع. البائع فيلم مبني على مشهد اغتصاب، مشهد الاغتصاب طول الفيلم ما طلع، والفيلم اخذ اوسكار وتجاريا ربح وقلب الدنيا وهو ما بيه. تطور الدراما العراقيه بسبب المنافسه بين شركات الانتاج. صح جدا. املا الفراغات، اهم نجم يفتخر باكتشافه المخرج علي فاضل هو علاء الابراهيمي. توقف ولاية بطيخ بالعروض المسرحيه بسبب رغبات المنتج. لابد ان تكون هنالك رقابه على الدراما، والا تسببت ب أنا ضد الرقابة أمانة. وأعتبر الرقابة هي نهاية الفكر، يعني ما بعد واحد ما يقدر يفكر. لكن بالعراق أنا مع الرقابة، أنا بالمطلق ضد الرقابة، بس مع بالعراق، لأنه تسببت بكوارث للفنان، خطأ الفنان بعدين هو يجي يتحمل تبعات خطأ هو ما قاصده. أنت من تجيز النص عم قمنا نقبل بالرقابة، جيزونا النص على مدلا وراها تجون تقولون مو أنت كان، ما عندنا شيء ضامي. أستاذ هاي نقطة مهمة، أكو ناس عبالهم الفنان والمبدع العراقي قاعد ورا الجدران ساد الباب وتعالوا نسيء ونسوي عنده جدا. ماكو، مسيرتي كلها ما اشتغلت في قناة، وهاي القناة جت طلبت من عندي طلب اسيء بي لأحد أفراد الشعب العراقي أو لواحد من أبناء الشعب العراقي. أنا على حد علمي متقلتها الثقة، هو الثقة، أكو ثقة، هو الثقة. يعني أنت صديقك كلش تأخذ ميانة ويا تتصرف ويا، بس اذا غريب اذا شويه بس تعلي صوتك يصير مشكله. طبعا، فاكو هو انا مع الرقابه هسه، انا مع الرقابه حتى نحمي الفنان.